أهلا بكم. بعد مرور 21 سنة على احتلال العراق، كيف هو شكل العراق اليوم؟ هل يزهو بالديمقراطية والرفاهية كما كانت واشنطن وبريطانيا تطبل للحرب منذ عام 2003 وحتى قبله؟ مرت 21 سنة على الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في غزو تحالفت فيه قوى الشر والعدوان، حين أمطرت الطائرات والسفن الحربية الأمريكية والبريطانية العاصمة بغداد بالقنابل والصواريخ إيذانا ببدء حملة عسكرية نشرت الرعب والموت بين سكان العراق، بدأت بتهجير النخب وقتل النخب وقتل العلماء، إذ دمرت مدنه وبنيته التحتية متذرعة بأكاذيب امتلاكه أسلحة دمار شامل بتبرير غزوها الذي رافقته الانتهاكات والجرائم الفظيعة. وتم تسليم العراق كاملا لإيران التي أحكمت قبضتها على العراق وموارده الاقتصادية الهائلة باستخدام حكومات المحاصصة وباستخدام الأحزاب والميليشيات التي أوغلت في الاعتقالات والقتل بدم بارد ضد الشعب العراقي. هذه الأيام نستذكر أيام الاحتلال، مرت 21 سنة عجاف. هل عكست هذه المرحلة حقيقة واشنطن ومن تحالف معها وكشفت زيف وعودها بتحقيق الديمقراطية والرفاهية للشعب العراقي؟ سيكون معي مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. دكتور فاروق، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير. وأيضا سيكون معي الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. أهلا بك وبضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. 21 سنة مرت على الاحتلال الأمريكي للعراق في غزو تحالفت فيه قوى الشر والعدوان، حيث أمطرت الطائرات والسفن الحربية الأمريكية العاصمة بغداد بالقنابل والصواريخ إيذانا ببدء حملة عسكرية نشرت الرعب والموت بين سكان العراق ودمرت مدنه وبنيته التحتية متذرعة بحجج واهية لتبرير غزوها الذي رافقه العديد من الانتهاكات فضلا عن الاعتقالات والقتل. عكس حقيقة أمريكا ومن تحالفت معه وكشف كذب وعودها بتحقيق الديمقراطية والرفاهية للشعوب. أسس الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق لنظام طائفي وحزبي جعله بلدا مدمرا، فيما أدت قرارات إدارة بريمر لانهيار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وتشكيل الأحزاب المسلحة المدعومة من إيران، وشرعت الأبواب أمام الكثير من الإجراءات الانتقامية واستهداف مكونات بعينها بالاعتقالات والتغييب القسري وأحكام الإعدام المسيسة، وفقاً لمحطة بي بي أس نيوز أور الأمريكية التي أكدت أن تلك القرارات أدت لتفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال أكثر من عقدين من الفشل الحكومي. العملية السياسية التي ترعاها أمريكا وإيران أثبتت فشلها بسبب المحاصصة الطائفية والعرقية التي أدت إلى تغييب الهوية الوطنية للبلاد، بينما قالت هيئة علماء المسلمين في العراق في وقت سابق إن تغيير الأوضاع الحالية في العراق يتطلب جهوداً عراقية ودولية استثنائية وبناء عملية سياسية جديدة على أسس المواطنة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة والطائفية. الكثير من أبناء العراق وعلى مدار العقدين الماضيين تعرضوا للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد والتهجير القسري، وفقدوا مدنهم التي أصبحت منزوعة السكان بفعل الميليشيات الموالية لإيران وأحزاب السلطة، حتى أصبح العراق
منطلقاً لمشاريع الإجرام والإرهاب وداعماً لأنشطة الميليشيات التي بلغ عددها أكثر من 70 ميليشيا مسلحة تتلقى الأوامر من طهران وتعمل لخدمة مصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني. بعد مرور أكثر من عقدين على غزو العراق، تحتفل الأحزاب والميليشيات بيوم الاحتلال المشؤوم، بينما لا يزال العراقيون يواجهون آثاره وتداعياته من أزمات متلاحقة ساعدت في انتشار الفقر والبطالة، فضلاً عن تغول الأحزاب والميليشيات. أبدأ معك دكتور فاروق الفتيان، كيف نستذكر احتلال العراق قبل 21 سنة؟ حقيقة وفق ما جاء بمقدمتك وفي التقرير اللي المقدمة، أمريكا وبريطانيا ومن تحالف معهما استهدف العراق ليس في عام 2003، وإنما الحقيقة التآمر على العراق جاء نتيجة توجهات الحكومة العراقية منذ عام 69. عام 69 بعد محاربة أوكار الجواسيس، ومن ثم وضع قوانين جديدة منها قانون التأميم، تأميم نفط العراق بعد 70، حل القضية الكردية وتوقيع اتفاق 11 آذار، ولذلك بدأ التآمر على العراق. وكنا نتذكر أكثر من مؤامرة تمت، وبعد ذلك بعد وقوف الجيش العراقي في عام 73 مع مصر وسوريا وزج الجيش العراقي، هذه كلها عوامل دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للتآمر على العراق. التآمر على العراق للأسف استطاعوا بالتدريج من خلال دفع خميني والحرب مع العدوان الإيراني على العراق، ثم جاءت أزمة الكويت، ومن ثم استدرج العراق في حصار لمدة 12 عام، مهد لهم هذا الطريق لاحتلال العراق. احتلال العراق ليس بدافع تحرير العراق أو بدافع بناء العراق، لأنه لو يعني نراجع الأيام الأولى عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تفكيك كل المؤسسات والنظم في العراق، وفتحت الحدود أمام الجميع وبالذات أمام إيران والميليشيات الطائفية، منظمة بدر وغيرها، للتوغل في العراق. ولذلك 21 عام هو استمرار لنفس النهج، نهج الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير العراق. وهذا الواقع اللي نشهد الآن، هو خلال هذه 21 عام لم يتم أي إنجاز، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع ولا على مستوى الصناعة ولا الزراعة ولا أي مجال من مجالات الحياة، مع شديد الأسف. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور فاروق. أستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، عندما نستذكر الأيام السوداء لاحتلال العراق ودخول القوات المحتلة إلى العراق، نستذكر سلسلة من الإجراءات قام بها المحتل. بداية هذه الإجراءات حل الجيش العراقي طبعا، وشهدت أضخم وأعتى عملية تهجير مليونية للعراقيين خارج العراق وداخل العراق، بالإضافة إلى قتل العلماء وتهجير وقتل النخب أيضا. ماذا نستذكر من هذه الأيام بمبررات وأكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل؟ حقيقة بداية يعني الأمريكان وضعوا عدة يعني نقاط كحجج لاحتلال العراق، منها كذوبة الأسلحة الدمار الشامل، حتى أن راعيها عندما توفي أثناء الكورونا كتبت الصحف الأمريكية عليه صاحب كذبة القرن، اللي هو وزير الخارجية كولن باول.
فبالتالي هذه الأكاذيب فشلت في البدايات الأيام الأولى للاحتلال كذا، يعني لم تثبت حقيقتها، وكل المختصين في هذا المجال أعلنوا أنه هذه كذبة كبيرة تقدمت بها أمريكا وفرضتها على العالم. لكن المسائل الأخرى التي أضيفت إليها هي أن تضيف عامل الديمقراطية وتخليص الشعب العراقي من نظام ادعت أنها ديكتاتوري، لكن الحقيقة أن الشعب العراقي هو الذي دفع فاتورة هذا الاحتلال، وهو القتل والتدمير وحل الدولة العراقية. يعني هو هذا كان الهدف الاستراتيجي لأمريكا، لأن أمريكا عندما جاءت العراق رادت أن تغير الوضع السياسي في المنطقة، بالتالي تضع موقع قدم جديد جيوسياسي إليها عسكريا في المنطقة لوجود تخلخلات سياسية في المنطقة، وتسيطر عليها سيطرة كاملة بعد الاستحواذ على النفط والوجود العسكري المباشر. كل هذا انعكس على العراقيين، لأن بعد أن حلت أركان الدولة العراقية منها الأجهزة، يعني الجيش والمؤسسات الأمنية التي معنية أصلاً بحماية المواطن العراقي وليس حماية نظام أو غيره، يعني الشرطة والجيش وكل الأجهزة الأخرى التي تعني بحماية المواطن، لما حلت هذه ترك الشعب العراقي يعني وجها لوجه بدون حماية بدون رديف، وجها لوجه العصابات كانت قد هيئت نفسها للدخول إلى العراق، يعني مخابرات الموساد والمخابرات العربية الحاقدة قسم منها وإيران، وكلها قامت بتصفية خيرة يعني أبنائنا والمفكرين والشباب والعسكريين والسياسيين. كل هذه هي ضرائب دفعها الشعب العراقي نتيجة ما يدعي هو تخليص العراق، فخلق حالة من الفوضى متعمدة لتدمير العراق، وجعل العراق يعني يفاقد الهوية الوطنية، لأنه بدون جيش بدون سلطة حقيقية بالتأكيد الوطن يتعرض إلى كثير من المشاكل، أهمها هي الهوية الوطنية العراقية، وهذا ما عملت عليه أمريكا بغاية أن يكون العراق خارج المعادلة السياسية في المنطقة لتحقيق أهداف سياسية لها ولإسرائيل ولإيران معا، باتفاق مسبق على هذا الدور الذي يكون العراق به خارج العملية السياسية في المنطقة، وتهيئة الأوضاع المربكة التي مست حقيقة أمن المنطقة كلها، أمن الجوار، أمن دول الخليج، وأمن تركيا، ويعني أمن سوريا، وأمن الأردن، كل هذا تعرض إلى تهديد حقيقي، ولا زال قائم هذا التهديد بسبب الفوضى التي خلقتها أمريكا بالتعاون مع إيران وإسرائيل. الفوضى الخلاقة سمعنا به إبان الاحتلال على لسان وزيرة الخارجية الأسبق غونداليزا رايز عندما كانت تتحدث عن خارطة الطريق والفوضى الخلاقة في المنطقة، و استهلوها بالعراق باحتلال العراق. اسمح لي استاذ عبد الله انتقل للدكتور فاروق. دكتور فاروق، هيئه علماء المسلمين في العراق وجهت رساله مفتوحه الى الشعب العراقي بمناسبه الذكرى 21 لاحتلال العراق. الرساله المفتوحه جاء فيها عده نقاط، من ضمن النقاط التي جاءت هي موضوع يعني العمليه السياسيه في العراق، أنها رغم فشلها إلا أنها ما زالت مسنودة بإرادات دولية. يعني مرور 21 سنة على تدمير العراق، لا اقتصاد لا صناعة، المخدرات منتشرة بين أوساط مجتمعه، الفساد موجود، الفساد السياسي، العملية السياسية أصلا يصفها السياسيون أنفسهم بأنها أفسد عملية سياسية في العراق. ما يعانيه العراقيون الآن من ظلم وحيف، كيف ولماذا العملية السياسية التي شكلها المحتل الأمريكي وبرعاية إيرانية
لماذا حظيت بهذا الدعم الدولي؟ كما ذكرت في البداية أنه الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الأساسي كان تدمير العراق، وعندما يكون الهدف هو التدمير إذا تبحث عن وسائل، هذه الوسائل اللي ممكن من خلالها، يعني إذا اعتمدت على عناصر سيئة فاسدة، عناصر ولاءها لغير العراق، عناصر طائفية، هذه الأمور يعني إذا رجعنا إلى الوراء كانت أمريكا تدعي أن محور الشر تطلق على العراق وعلى إيران وعلى كوريا الشمالية محور الشر. إذا كانت إيران فعلا هي محور الشر، لماذا فتحت الحدود حدود العراق لإيران ولميليشياتها ولأتباع إيران ولسياسيي إيران، وأصبح السفير الإيراني هو الشخص المتنفذ في العملية السياسية مضاف إلى السفير الأمريكي، يعني أصبح من يقرر هذا السياسي في هذا الموقع من جانب سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب آخر سفير إيران. فلذلك هيئة علماء المسلمين الحقيقة ليست اليوم، هي من أول أيام الاحتلال، هي يعني رحم الله الشيخ حارث الضاري، أنا كنت في بغداد عام 2003 و4 و5 بعد أن عدت من اليونان، كنت أسمع وأحضر كثير من جلسات هذه الهيئة في جامع أم القرى، وكانت تطرح كثير من الأمور، وهي أكثر من هي والقوى الوطنية الأخرى تصدت إلى الاحتلال. ولذلك هذا البيان هو يأتي تماشيا مع موقف الهيئة في السنوات 21 الماضية. إذا كان الهدف هو التدمير فبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها استمرار الوضع على ما هو عليه، مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه النفط الوحيد اللي استمر بمسيرة جيدة ومتواصلة والإنتاج مستمر، لأنه يأتي ضمن تلبية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتلبية مصالح السياسيين العراقيين. أما جميع مؤسسات الدولة وكما ذكر الأخ عبد الله سلمان أن حول حل الجيش العراقي والانفلات اللي حصل، هي الحقيقة أول ثلاث قرارات كما ذكرنا اتخذها بريمر هي حل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، قانون اجتثاث البعث، وحل وزارة الثقافة والإعلام. إذن حل المؤسسات الإعلامية حتى لا تصبح وحل الجيش، فأصبح العراق بلد مفتوح أمام الجميع، والعمليات السرقة والنهب والتدمير حصلت أمام أنظار الجيش الأمريكي، والكل يتذكر كيف كانت الدبابات الأمريكية على بوابة المتحف العراقي، وكيف كان يتم تدمير وسرقة الآثار العراقية من المتحف العراقي بموافقة وتحت أنظار وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي، ونفس الشيء بالنسبة للوزارات وللمصارف ولجميع المؤسسات. نعم أستاذ عبد الله، يعني كيف التقت المصلحة الإيرانية والأمريكية في احتلال العراق وتدميره؟ أمريكية يعني مع إيران التقت بعد إن شعرت أمريكا أنها لا تستطيع مقاومة الشعب العراقي، لأن المقاومة نهضت بشكل بالإطارها الوطني الحقيقي، فذلك هي احتاجت إلى مساعد قوي يؤمن لها هذا الدعم السياسي. فأولا استخدمت إيران كوسائل إعلامية، وهم أطلقوا عبارة سقوط النظام، وعبارة سقوط النظام هو مس بالهوية العراقية والتدمير للذاكرة الوطنية العراقية، لأنه هو احتلال. أما لتخفيف وطأة رقعة الاحتلال اسم الاحتلال، فأطلقوا عبارة سقوط النظام. اليوم لو تسأل أي أو حتى المسؤولين والسياسيين يخرجون
في الإذاعات وفي التلفزيون وفي الشارع لو تسأل يقول لك ما قبل السقوط أو بعد السقوط. هذه العبارة هي مس بالهوية الوطنية العراقية، والقصد من عندها أنه التخفيف وطأة المقاومة العراقية على الجيش الأمريكي. المقاومة الأمريكان كانوا يتوقعون أنه خلال 6 أشهر كل المنطقة تهدأ وتكون تحمل الورود إلى الأمريكان والعراقيين يرحبون بها، وهذا ما ضحك عليهم بها نفس. هل يمكن أستاذ عبد الله تزوير التاريخ؟ يعني عندما تدعي الميليشيات التي كانت مساندة بشكل 100% للقوات الأمريكية المحتلة بشهادة التاريخ وبشهادة العراقيين، بشهادة العراقيين الأصلاء، يعني هل ممكن تزوير التاريخ وجعل الميليشيات هي من قادت المقاومة على الأمريكيين على الاحتلال الأمريكي؟ في سابق لقاء وضحنا أن هذه الأطراف التي تدعي معاداة أمريكا الآن وتطالب أمريكا بالخروج، وهي ساهمت كما ادعى حسن نصر الله ساهمت في تحرير العراق من الأمريكان، هذه حقيقة كل الوقائع تكذب هذا. كانت هذه الأطراف هي يعني من خلق تسمية المثلث السني؟ ألم تكن أطراف إيران وأمريكا بغاية أن فصل الشعب العراقي من المقاومة، واعتبار أن المقاومة ليست عراقية صرفة وإنما تأخذ فقط في الإطار الطائفي؟ هذه هم الذي ابتدعوها. من يدفع كان مقابل الوشاية على أي وطني وأي إنسان يحرض ضد القوات الأمريكية؟ ألم تكن هذه الفصائل بمراكزها الدينية تعطي الأموال مكافأة للجواسيس والعملاء ومن باع ضميره أمام الدولار؟ هؤلاء هم نفسهم الذين قتلوا الضباط وقتلوا الوطنيين واقتالوا الشرفاء واقتالوا كل هذه الفصائل، ساهمت في تدمير العراق ومساندة الأمريكان بشكل قوي جدا. وهناك مسألة يجب ذكرها، كثير من الفصائل الوطنية التي تشكلت بالبداية يعني جانبية في مناطق يعني شرق بغداد، لكنه يعني قمعت فورا من هذه الأطراف، لأنه يعتبرون أن المقاومة تنطلق من هذه الأماكن ضد الجيش الأمريكي هو نقض لاتفاق هذه القوات مع الأمريكان، على أن هذه المناطق هي مناطق آمنة للأمريكان، ويستعدون أن يقوموا حفلات ليلية داخل هذه المدن لأنها تابعة لهم. فبالتالي هذه القوات لا يعني هذه الفرق لا يحق لها أن تدعي أنها مقاومة الأمريكان، لأن التاريخ والعراقيين يشهدون على كذب هذه الدعوة. وردينا على يعني على حسن نصر الله بهذا البهتان الذي جاء به في خطابه حول غزة. فبالتالي يعني هذا الكذوبة غير صحيحة. هم الذين سوقوا مسألة يعني أنه الاحتلال هو جاء لتحرير العراق وتخليص من النظام، وكل من الآن اليوم كل واحد يستخدم عبارة الاحتلال يعتبر يعني إنسان منبوذ بالعراق وليس له الحق في المشاركة في البرامج السياسية والعمل الوطني، لأنه كلمة أن أنت تعمق عملية الاحتلال معناته تحيي الذاكرة الوطنية العراقية، وبالتالي هذا غير يعني غير مقبول لديهم، وهو هدفهم الأساس هو إثارة الشعوبية داخل العراق. من أثار الشعوبية والمس بالتاريخ العراقي وبتاريخ العراق العربي؟ أليس هم هؤلاء نفس الأطراف؟ كيف لهم أن يقولوا أنه نحن ضد المشروع الأمريكي؟ المشروع الأمريكي جاء لطمس الهوية العراقية العربية، وهم المساهمين الأوائل والفعالين في هذا المجال. فبالتالي لا يحق لهم أن يتمنطقوا بأنهم لهم علاقة بمناهضة أمريكا والتاريخ والشعب العراقي يؤكد أنهم مناصرين للاحتلال منذ البداية، وهم الذين سوقوا الاحتلال، وهم الذي وشوا بالوطنيين للاحتلال، وهم الذي قتلوا الوطنيين والشرفاء والمناهضين للاحتلال سياسيين وعسكريين ومقاومين. نعم سيد عبد الله، ابقى معي لو سمحت. دكتور فاروق، بالعودة إليكم، يعني الكثير من الحروب
شهدها العالم، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات. لو تحدثنا عن جزئية الحرب العالمية الثانية والدول التي خرجت خاسرة في هذه الحرب والمدة الزمنية القصيرة التي نهضت بها نهضة صناعية عظيمة، نتحدث مثلا عن اليابان، الجودة في اليابان، نتحدث عن ألمانيا، الماكينة الألمانية، نتحدث عن التقدم والازدهار الذي حصل للدولتين. في العراق، ما الذي جعل العراق 21 سنة مكبلا بالتراجع والتدهور والتخلف على جميع الأصعدة؟ في هناك اختلاف كبير ما بين ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية أطاحت بهتلر وأطاحت بالإمبراطورية اليابانية، ولكن بنفس الوقت الشعب الألماني هو شعب أوروبي، ولذلك قرروا تكبيل ألمانيا من ناحية القوى العسكرية وتوجيهها وتحريرها اقتصاديا والسماح لها بالتقدم الاقتصادي، ولذلك لم يقتل علمائها ولم تستباح أراضيها. أعادت خلال سنوات قليلة، يعني إلى عام 51-52 بعد إنشاء السوق الأوروبية المشتركة، ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى، الدول الأوروبية الأخرى، 7 دول أوروبية، إيطاليا منها، إيطاليا اللي كانت حليفة إلى ألمانيا، دخلت السوق الأوروبية المشتركة وبدأت تعمل بشكل واسع. وإلى بداية الستينات أصبحت ألمانيا اجتازت مرحلة آثار الحرب العالمية الثانية، ونفس الشيء بالنسبة إلى إيطاليا واليابان. لكن فيما يتعلق بالعراق، الأساس هو تدمير هذا البلد، ولذلك تم تهجير، أولا قتل العلماء والمفكرين، اثنين تهجيرهم، ثلاثة أنه خيرة رجال العراق، يعني من خلال منعهم، يعني من خلال، احنا ربما ارجع الى قانون اجتثاث البعث، وهو قانون الحقيقه بالاسم اجتثاث البعث، ولكن هو قانون اجتثاث الدوله العراقيه، لانه حرم اكثر من 500,000 موظف عراقي من الرجوع الى دوائرهم، بيهم الاستاذ الجامعي وبيهم عميد الكليه ورئيس الجامعه والمدير العام، وبيهم المعلم والمدرس والصناعي والزراعي. هؤلاء عندما فرغت دوائر الدولة، بالتأكيد العناصر اللي اجت، لم يعود إلى العراق شخص من الأحزاب اللي استلمت السلطة كان إلى أي عمل قبل وصوله. إذا رجعنا إلى أياد علاوي أو ما بعد إبراهيم الجعفري أو ما بعد نور المالكي أو عادل عبد الله أو حيدر، كلهم كانوا إما لاجئ إنساني ويتقاضى معونة إنسانية، لم يعملوا في مؤسسات لا صناعية ولا مؤسسات جامعية، ولذلك عندما استلموا السلطة بالبلد اعتمدوا على عناصر فاسدة، عناصر فاشلة، ولا زالت الماكينة مستمرة لحد هذه اللحظة. وكما ذكرنا في حلقات سابقة، عندما تكلمنا عن التعليم العالي، عندما تكون هناك فقط من لبنان خلال 5 سنوات 27,000 شهادة جامعية مزورة، من ضمنها وزير التعليم العالي الحالي يحمل شهادة البكالوريوس والدكتوراه من لبنان، وهو لم يعش في لبنان 6 أشهر. فلذلك تستمر عملية التدمير وتستمر عملية التراجع في كافة الجوانب مع شديد الأسف. نعم أستاذ عبد الله، مقاطعة بعض القوى للعملية السياسية يثبت صحة استشراف هيئة علماء المسلمين منذ عقدين. إلى أي مدى كانت هيئة علماء المسلمين ولا زالت تستشرف وترى الصورة واضحة لنتاجات الاحتلال؟
الاحتلال جاء بمنظومة سياسية تجعل كل إنسان وطني يعزف عن المشاركة فيها، لأنه جاءت على أساس المحاصصة الطائفية، وهذه المحاصصة الطائفية بالتأكيد ستكون على حساب الهوية الوطنية العراقية. فبالتالي يحق يعني لا وتاريخ أي منظمة سياسية أو دينية أو وطنية يعني لا تسمح لها المشاركة في مثل هذا العمل. لذلك الاستشراف السياسي لهيئة علماء المسلمين عن طبيعة النظام يعني استشراف وطني بالتأكيد، لأنه المنظر المشهد السياسي العام في العراق هو مشهد طائفي، والدستور لم يعني الدستور الوحيد في العالم الذي لا يسعى إلى توحيد البلاد، بل بالعكس يعني جزأ البلاد وجعل له يعني له خاصية غريبة، أنه الشعب مكونات غير قابلة للانسجام، لأنه اسم البلد بلد اتحادي، هذا بمعنى أنه هذه المكونات غير قابلة للانسجام، فلذلك تعيش في حالة اتحادية، وبالتالي هذه التسمية تصعب على الوطنيين مثل هيئة علماء المسلمين والقوى السياسية الوطنية الأخرى ترفض بالتأكيد وتستشرف يعني حقيقة ما يجري للعراقيين وهو مخطط له. فبالتالي يعني الاستشراف حقيقي وصادق لما يجري في العراق، والمحاصصة بالتأكيد ستدفع بشريعة معينة من المجتمع للشعور بالتهميش، وهذا يؤدي إلى العنف ويؤدي إلى المقاومة ويؤدي إلى كثير. نعم. هناك رفض شعبي، طبعا هناك رفض شعبي وثورة شعبية انطلقت ضد النظام محاصصة في العراق عام 2019 وجوبهت بالحديد والنار وبالقتل العمد حتى أنها سميت بثورة تشرين ولا زالت. يعني هل تعتقد أن الأوضاع في العراق لا يمكن أن تتغير من الداخل بعدما الميليشيات الآن تحصل على تتحكم بثروات العراق والعراقيين، ميليشيات مدعومة من إيران، بيدها أموال العراق والعراقيين، بيدها المناصب، بيدها كل شيء، هل تتوقع أنه ممكن أن يكون هناك تغيير من الداخل دون أن يكون هناك استعانة بأطراف دولية؟ الشعار الذي رفعته تشرين هو نريد وطن، هذا حقيقة يعني يعطينا مختصر للهدف الأساس، لرغبة الشعب العراقي وشعور الشعب العراقي أنه الوطن ضاع والوطن غير موجود، فلذلك نحن نطالب بوطن. هذا الوطن قسمته القوى السياسية التوافقية على النظام السياسي، والتي تعتمد على دستور لم يختاره الشعب العراقي، وإنما أجبر العراقيين عليه بخدع فقهية وخدع سياسية وإجبار وكثير من الأكاذيب سوقت لتسويق هذا الدستور. فبالتالي نحن أمام حالة وطن مفقود لا يمكن ويستحيل أن تعيد الماكنة الوطنية أو السياسية العراق إلى حالته الطبيعية بوجود هذا النظام السياسي. هذا النظام السياسي هو غير قابل للتطوير، هو غير قابل أن يطور نفسه، هو غير قابل للتعاون مع الوطن، هو غير وطني بالأساس، لأنه التوافقية على أساس طائفية، يعني الأكراد يريدون حصة، الأحزاب الكردية تريد حصتها، الأحزاب الإيرانية تريد حصتها، السراق من ما يسمى بالسنة العملية السياسية، هذولا يعني عايشين على قد السرقة البسيطة. فبالتالي هذه الأطراف لا ليست وطنية، سنتحدث وليس ليس لديها مشروع وطني تعمل عليه للتغيير. فبالتالي ضرورة التغيير حقيقة لا توجد هناك قوة دولية تسعى إلى التغيير بما فيها يعني لوجود أمريكا وإيران في المنطقة. إذا خرجت إيران من المشهد السياسي يمكن أن يستطيع العراقيين الحصول على تأييد يعني دولي للمطالبة في التغيير، ودعم دولي شرعي للتغيير في العراق، لأن وجود إيران بدعم أمريكي، فخروج إيران من العراق يدفع، حتى خروج أمريكا أيضا يدفع للعراقيين على الحصول على تأييد شعبي أكثر ووطني وتأييد دولي أكثر
في سبيل استقلال البلاد وابتعاد، يعني حتى لو بقت إيران هي تحكم العراق مباشرة بدون أمريكا، يسمح للعراقيين عند ذاك استخدام المنصة الدولية للدفاع عن شعب العراق ودفع عملية يعني حقوق الشعب العراقي إلى الواجهة العالمية، بدلا من الآن يدافع الجميع عن هذه المنظمة السياسية الموجودة، لأنه أمريكا هي التي يعني رسمت هذا الإطار السياسي وبدعم دعم ورعاية إيرانية. فبالتالي الوضع الدولي والإقليمي الآن لصالح العملية السياسية، بدون تفكك هذا الدعم الدولي أو الإقليمي أو إحداهما لا يمكن للعراقيين، من الصعب خلق حالة يعني بالتأكيد يعني ثورة الشعب هذه مسألة ثانوية، يعني مسألة أخرى نحن نناقش نحن هذا الجانب فقط. أما إذا الثورة الشعبية فهذا يحتاج إلى توحيد القوى الوطنية العراقية المناهضة للعملية السياسية، وهذا ما أراه بعيد جدا جدا بعيد، لأنه لا توجد ثلاث منظمات صغيرة أو كبيرة تتفق على مشروع واحد. يعني هسه اليوم مناسبة احتلال العراق، ولكن الكثير البعض أستاذ عبد الله اسمح لي فقط في هذه النقطة ننتقل للدكتور دكتور فاروق، يعني على سبيل المثال نظام بشار لو أريد له أن يسقط لسقط في 3 أيام أو في أسبوع أو أسبوعين، ولكن إلى الآن هو موجود منذ عام 2011 مع وجود ثورات ومع وجود شعب ومع وجود كذا. هل تعتقد بأنه فعلا لا يمكن إحداث تغيير في العراق إلا بتدخل دولي حقيقي فاعل؟ ولماذا العراق إلى الآن هناك إرادة دولية لبقاء منظومة الفوضى؟ لنتحدث عن إحداث التغيير في العراق، هل ممكن أن يكون من الخارج؟ بالتأكيد اللاعب الدولي يلعب دور أساسي في أحداث التغيير، يعني لولا الغزو الأمريكي البريطاني لما حصل الاحتلال في العراق. فلذلك اللاعب الدولي، يعني ما حصل في ليبيا، ما حصل في سوريا، الحقيقة هي ثورة شعبية، وانطلقت ثورة شعبية ضد نظام بشار الأسد واستطاعت أن تحقق إنجاز كبير جدا. لكن الإرادة الدولية كانت، وبالذات إرادة الكيان الصهيوني، لا ترغب بالتغيير في نظام حكم الأسد، لأنه نظام حافظ الأسد من خلال مؤامرة 23 شباط هو الذي استطاع أن يتوصل إلى، وبعدها 16 تشرين عام 70 الوصول إلى 71 الوصول إلى السلطة من خلال التحالف والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. ولذلك لم تنطلق رصاصة واحدة من الجبهة السورية تجاه الكيان الصهيوني خلال من عام 67 ولحد الآن. هذه ويسمون نفسهم الممانعة ويسمون نفسهم يطلقون. ولذلك عندما شعرت حكومة الكيان الصهيوني أن الشعب السوري سيحقق الانتصار وأن 85% من المدن السورية تحررت وأصبحت بيد الثوار، لجأ كان يهود باراك في تلك المرحلة هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصار التدخل. أولا سمحوا إلى روسيا بالدخول لضرب الثورة، وسمحوا باستخدام الطائرات لضرب المدن، وكنا نعرف كيف واجهت الثورة في حمص وفي حما ومن ثم حلب وإدلب ودير الزور ومحيط دمشق وكثير من الأحياء داخل دمشق. إذن الإرادة الدولية كانت ترغب ببقاء نظام بشار الأسد، ولذلك التآمر على الثورة السورية، وللأسف أقولها عربيا ودوليا، ونفس ما حصل بالعراق. لذلك عندما نقول أنه يعني الغادرون غدر الغادرون وتخاذل الأقرباء والمتآمرون، وهم مع الأسف
الكثير من الدول العربية ساندت الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان نظام حسني مبارك أو نظم في الخليج العربي. كنا نعلم أن القوات الأمريكية دخلت من أرض عربية ومن أراضي عربية، لم تدخل لا من إيران ولا من تركيا، دخلت من أراضي عربية. وبالتأكيد إيران بعد مرور أيام دخلت قواتها وميليشياتها بمساعدة أمريكية. الثورة الشعبية ممكن أن تتحقق إذا كانت هناك إرادة جماهيرية. لو فعلا استمرت انتفاضة تشرين في قوتها ولولا التآمر عليها. دكتور، يعني دكتور كيف نعم. يمكن للثورة أن تنجح وهي بدون سلاح؟ لا يمكن أن تنجح أي ثورة وهي سلمية. هو هذا اللي ردت أقوله، أنه الثورة الانتفاضة تتحول إلى ثورة عندما يلتحم الشعب مع هذه الانتفاضة وتصبح ثورة. عند ذلك لابد من استخدام القوة للتغيير. التغيير، وكما هناك يعني مبدأ طرح في مؤتمر قمة الخرطوم عام 67 بعد نكسة 67، ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، ونقول ما أخذ بالقوة الآن لا يسترد إلا بالقوة. والعناصر الموجودة، كنا شوف خلال قبل أشهر تسمع أصوات لمقاومة الولايات المتحدة الأمريكية ولطرد الجيش الأمريكي ولمقاومة إسرائيل وكذا وكذا. مجرد غارة واحدة أو غارتين انتهت هذه الأصوات، ولم تعد تسمع صوت واحد الآن يجاهر بمعاداة الولايات المتحدة الأمريكية أو معاداة الكيان الصهيوني. لذلك هذه الميليشيات لو قدر للشعب العراقي الآن أو لقوة عراقية وطنية، قوة عسكرية، قادة عسكريين وطنيين يلتحمون، يعني كنا نتذكر أيام الموصل ما سقط، يعني فيلقين سقطوا خلال أيام من خلال قوة كانت لا تتجاوز أقل من 1000 شخص. هزموا شخص وجاءوا بسيارات بيكابات، بسيارات مدنية. هناك طبعا هناك الكثير من اللغط، وهناك كثير والآلاف والملايين من علامات استفهام على لماذا سحب الجيش ولماذا سمح للغرباء الذين يسمونهم داعش بالاستحواذ على ثلثي أو على ثلث أرض العراق. المهم كلها ربما يعني الكثير من المحللين عزوها إلى موضوع الفوضى الخلاقة التي أرادت الأمريكيون والبريطانيون زرعها في العراق، أيضا بالاستعانة بالإيرانيين، وكل هذا الكلام عن احتلال ودخول قوات كله أمر غير منطقي لا يقبله العقل والمنطق، ولكن ممكن أن يتقبل يتقبل حاشاكم وحاشا السامعين بمستوى تفكير ضحل، وهو التخلف والغباء الذي أريد وإلى الآن يراد للعراق أن تكون هذه البيئة لتمرير المشاريع الدولية. لذلك نعم اسمح لي، إذا تسمح لي نقطة بسيطة. إذا توفرت إرادة شعبية حقيقية، كلنا نتذكر كيف استطاعت فرنسا فرض سيطرتها الكاملة على الجزائر، ولكن حينما توفرت إرادة وطنية وإيمان حقيقي بالثورة اجتاحت الثورة الجزائرية وهزمت فرنسا، ورغم أن فرنسا كانت تعتبر الدولة الثالثة في العالم بعد الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كانت الجيش الفرنسي والقوات الفرنسية تعتبر هي القوة الثالثة وتملك السلاح النووي، ومع ذلك الإرادة الشعبية وإرادة الجماهير الجزائرية من خلال إعطاء أكثر من 1.5 مليون شهيد استطاعت الثورة الجزائرية أن تحقق الانتصار وأن تجبر
شارل ديغول كلام على سليم دكتور اتفاقية. كلام سليم، ولكن عندما نسقطها على يعني نعمل إسقاطات على الواقع العراقي نجد أن المخدرات لعبت شوطا كبيرا جدا في عدم مقدرة الشباب على التنظيم، على تنظيم الأفكار، على يعني المخدرات لها وقع خطير جدا وجريمة كبرى بنشرها بهذا الكم في العراق وخاصة بعد ثورة تشرين. نعم نعم، هذا مع شديد الأسف هو نشر التخلف، نشر الفوضى، نشر يعني عندما نسمع بالأجهزة الإعلام شخص يقتل أمه وشخص يقتل والده وشخص ينحر أولاده نتيجة تفشي هذه المخدرات. نعم. ومع شديد الأسف. وهذه طبعا من مخرجات الاحتلال. أستاذ عبد الله، بالعودة إليكم أخيرا، طبعا محاولات طمس الهوية العربية الإسلامية للعراق إلى أي مدى نجحت؟ فكر الشعوبي الإيراني هدفه هو إلغاء الهوية العراقية العربية، وبالحقيقة يحاولون جهد الإمكان يعني جهد الإمكان ترسيخها وتغيير ملامح الثقافة العراقية وإدخال مواد غير يعني تمس بالهوية الوطنية العراقية في التعليم وفي الإذاعة. اليوم أي يعني حتى الخلافات السياسية فيما بينهم إذا وصلت إلى حد ما سيقولون يعني هذا قومي، هذا بعثي، هذا عروبي، هذا يعني هذه كلها هو للمساس بالهوية العربية العراقية، وبالتالي يسعون دائما إلى تجذير هذا الخلاف وهذه المشاكل. لكن الشعب العراقي أقرها أن العراق عربي لما أعلنوا إيران برا بغداد تبقى حرة. هذا شعار ليس فقط شعار ضد احتلال وإنما حماية للهوية الوطنية العراقية. وبالتالي اليوم الشعب اليوم العراقيين غير قابلين لنغمات التي تسيء إلى التاريخ العراقي العربي والإساءة إلى الرموز العربية. الهوية الوطنية لكل بلد يعتمد على التاريخ وعلى حتى يعني حتى البنايات والتماثيل والأشخاص، كل هذه هي جزء من تاريخ ثقافي للبلد. فمحاولة مثلا المس بهارون الرشيد وتاريخه والتاريخ العراق، ويعني يجيك واحد يقول لك العراق صار له 100 سنة، هذه كلها محاولات لتغريب الهوية الوطنية العراقية. لكن بالحقيقة هذا اليوم الشباب العراقي الذي ولد بعد الاحتلال هو أكثر تمسكا بالهوية العربية، لأنه نتيجة تهميشة ونتيجة الضغط السياسي الذي تولد عليه من إيران وشعوره أنه هو غريب في وطنه دفعه إلى التمسك في الهوية الوطنية العراقية التي تفرض نفسها على الواقع السياسي وعلى المشهد السياسي رغم كل ما أحيط من تشويه وشعوبية. وإحنا تطرقنا إلى عملية يعني مسألة سقوط نظام ليس احتلال، هذه كلها محاولة لترسيخ يعني لتشويه الهوية الوطنية العراقية. لكن الأمل كبير والشعب العراقي متيقظ لهذه المسألة وغير قابل للمس بالهوية الوطنية العربية للعراقيين رغم كل ما يجري، وبدليل عزلة هذا النظام بالانتخابات وصل إلى 15%. حتى هاي ال 15% هي أقل من جماهيرهم المعلنة، يعني حتى جماهيرهم رفضت توجهاتهم ولأسباب معروفة للجميع. شكرا أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، وشكرا جزيلا دكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. شكرا لضيوف الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.